What's today? اليوم؟ اليوم يومين هي. أيوة يا ركال. When again؟ اليوم يومين هي. اليوم يوم الهي. اليوم يوم الهي. يلا بارك الله فيك. Thank you very much. What's that mean? It means good things. Today it means there is something. Still we, يعني it means still we are live. هي. الحمد لله. Thank you. يا ركال. صبحكم الله بالخير والنور والسرور. يلا الله يحفظكم ويبارك فيكم. اليوم عمد الناشط الضحى. تحيدون قال لكم انا كل خميس ما انش من صباح الله خير. شو حبيبي؟ شي تبى تقول انت؟ قلم قلم. شي تبى تقول؟ بشوف بيض. تراويني البيض؟ اي. بعد اشوف. ايوه ايوه يعني شوفوا ان صلاح مسوي لي اليوم قرص خمير لكن طارين بطنه وحاشينه ببيضه. شفتوا؟ ها هذا ابتكار المساخ. هاي البيضه مالت صلاح. شغال. ايوه هذا هاي الحين صاحي بيرويكم ريوق ان مسوي لها بالله خمير عادي حاشين بطن ببيضه. يلا. العافيه حبيبي. حبك العافيه. فاقولكم رد على موضوعنا فاليوم ما شي رقاد الظهر ما شي مجيل فلذلك قلت لين هذا من رقدتن من رقدات الاغلاظ الرقده الغليظه رقدتن غليظه يعني. ما دريت بالدنيا ايه عاد البارح مسألة عمري ميس صباح الله خير في الزراعة تبارك الرحمن وعقب الزراعة ترى أنا سبت قلت لكم عندي اجتماع في مارينا مون مع جماعة من قير وخلصت أذان المغرب وعسرت عقب عندها بالتليفونات وما أدراك ما عالم التليفونات ها شارع خليفة ما جيت أظني من 30 سنة لو 40 سنة ونحن في شارع ماس سرت محل تليفونات والباحة سرت الله يحفظكم تحيدون هالريال اللي كان عندي خبير لمنه أنا خبير السناب مسوي لي فلاتر وقال لي خالد تعال أساس يذهبن وبعد ما ذهبن جلست عند لين نص الليل وصرت وياني بعد أبو محمد هلال بن محمد يعني الله يحفظه ناخذه وصرنا تعشينا وأمور وايدة وداني مطعم أبو محمد البارحة ما تتخيلون كم لذة أكلهم وما زينة لكن ما يخصني لا بطري اسمه ولا علمه ولا خبره شيء خيال ومطعم بسيط بسيط فوق الخيال لكن اللذة اللي في الدنيا كلها في أكلهم المراد ما بهذا موضوعنا موضوعنا على الله يحفظكم تحيدوا الموضوع اللي قلت لكم عنه إن اليوم بسير مكان ما بله فخر مسوين شيء مفخرة واجهة للدولة وهي مفخرة بكل ما تعني الكلمة فالشيء هذا انتم منبونكم يا هالامارات كل واحد رقبته دلة رسلان تبارك الرحمن ذراع غير الحين بتغدي بوي كل واحد رقبته رقبة حوار من عقب هالمكان الواجهة الجميلة الغاوية اللي تبهر كل زائر دولة الامارات او كل انسان بيستقل هذا الشيء هي ابوي رمت هالكذب بتعرفون انا وين ساير ابوي انا ما بعبر الحين ان شاء الله خلاف وانا ساير او من اوصل بصور برويكم الهست كله المهم شيء وايد فنان وما حد يروم حتى يسوي شراته في الكون صح صلاح؟ جاه سمعت ما قالت شو بالي لا ها؟ يروح شغل لا انا بروح عندي شغل خارج نزيد لما اخلص من الشغل برد العصر بتغدى عندهم بعد وين بتغدى هناك وين الناس انا وين صاير بتشوفني خلاف داخل التليفون شو مشكله زين موعدي الساعه 12 اروح انا وين اذا بسالك هني انت بتغدى عندنا ايه وخلاص بسير دبي ايه نزيد بس بنتلاقى وياك في دبي ترى اليوم انا بعب بسير دبي زين مشكله يلا حبيبي شيء تبع لا عندك بيزات شويه يا سيد بيبي ها شويه لا واشوف وين بوك امي بوك سياره الله شباب كل شنو يلا تمام مكران ها شو شغل ام زين ولا ما في زين الحمد لله زين زراعه ايوه يمي سلطان قيواني مال قيوين هذا رقم واحد كل حد من قيوين رقم واحد يلا سيروا كمل الشغل دنا كد البلا من امس واول امس وليه قبله يمكن احنا من اسبوعين
وانا يا سكت دكد لان من العام ما حرك ساكن على اساس انه يشتغل والله يبغني امره ساعات انه اعطيه امر اني خدم الشيء الفلاني واركب فوق هذا الجامعة عكس اللي خارج ما اشوف اللي داخل ويلسه طالع مشغل المسجل ويالس تحضر لك يعرف والله ولا يحرد ساكن اللي كاني مركز معالي راسه امراد الحين ابوي ابن على هالمصري وبيتعاونون مع قنيني بيتعاونون مع بعض وان شاء الله نبي نخلص الشغل ما بصور لكم الا مره من انجز العمل كامل بنراويكم الحديقه الاوليه الفنانه لولايتيه يلا شو ردك؟ رديت مرة توك صاير مع السلام؟ شو هذا؟ مد من وين؟ خلف انت خلف يا ربي خلف عطنا ورد بيضة ونجلبة سودة وليش ليش يا تعفص انت صحي؟ شكرا صلاح شكرا 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 الله رقم واحد شكرا صلوحة شكرا جزاكم الله بالخير والنور والسرور يا الله يحفظكم انا قريب باقي لي 3 4 دقائق انا اوصل وان شاء الله وقت التصوير يا اني صورت لكم ونزلت اللي بصور مباشر او اني صورت ويوت وخلاف نزلته العلم عند الله لكن ان شاء الله الامور بتغلي طيب ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المرة الأخيرة عيسكم عادة اليوم السلامات شيء طبيعي عرفتوا أنا وين أنا في طيران الاتحاد قال لكم جهة ما بجهة عادية ولا بجهة الواحد يقول بس فخر للإمارات هذه مفخرة الإمارات وخبرنكم من قبل ويبتكم الحين لين نفس الموقع نفس المكان اللي أنا انبهرت من أول ما جيته وإن شاء الله بشرح لكم عن ييتي وسببها وليش أنا متعني لهالمكان وشو السبب اللي أنا موجود أسبه في هالموقع المهم اللي هو طيران الاتحاد يعني الله يحفظكم بياخذوني في مركز اسمه أول الجولات راح تكون في هالمركز اللي هو مركز الابتكار مركز الابتكار هذا يعني الله يحفظكم اختصاصه يظهر ويبرز الأشياء المخدومة ومصنوعة لأجل الخاصة في طيران الاتحاد مبتكرة خصيصا لطيران الاتحاد مش مشراية أو معروضة الفكرة عند حد غير أو حد يدريبها أو حد ابتدى فيها بس حق طيران الاتحاد ولا شركة طيران في الدنيا العودة بيكون عندها الشيء اللي أنا الحين برويكم إياه إن الله جعلنا من الحين ما أصير في الدنيا العودة أي بلاد أسافر وأي ناس أتعرف وياهم من يوم يجي طاري طيران الاتحاد يقولوا لي نحن نطير من القطنطيرين لطيران الاتحاد حتى هم لو من أي دولة ثانية شقيقة قريبة ولا بعيدة من أي دولة في الدنيا العودة يطيرون على طيران الاتحاد شو السبب؟ شو السبب اللي انكم انتم تطيرون على طيران الاتحاد تودرون بالرغم ان عندهم اكبر شركات واحسنها واخيرها بالنسبة لهم يقير شو سبب اختيارهم لشركة طيران الاتحاد؟ شو السبب؟ قالوا ابوي نحن تعيبنا الخدمة تعيبنا اشياء انت ما سمعناك انت تطريها فهلكم طيب لازم روحي انا بسير وبطالع الهست ويمدحون طيارة اللي هي من ضمن عندهم نوعين اللي أنا شطرت عليهم ويرى مثلا البوينغ 787 والـ380 الإيرباص هذه مدورين العودة اللي فيها الشاور فيها قلت روحي بسير لين هناك بطالع بعيني أنا حين كم سفرة سافرت يا غير المدح اللي أنت تمدحونه أنا روحي ما شفته لاني ما شطرت على الطيران المسافات الطويله قالوا لي هل طيران الاتحاد ابوي على ما قالوا المصريين المصري تكذب الغطاس قرب عندنا بنعزل لك البر مش عير بنظهر لك الصالح مطالح بتشوف بعينك قلنا ان شاء الله ابوي ماشي مشكله فاول جوله بناخذكم في الطياره اللي هي 787
البوينغ، بوينغ 787، وعقب بنصير بنحط في الكباين مالت الطيارة الثانية اللي هي الايرباص 380. هم دورين اللي فيها المسابح والعلم والخبر. وبكون عندي على الله يحفظكم احد الموظفين اسمه تركي الحمادي، بيساعدني وبيشرح لي وبنعرف الهست كله وبنعزل ابوي البر مش عيد. بارك الله. السلام عليكم، يسعدنا وجودك معنا ابو محمد طيران الاتحاد. احنا الحين على متن طائرتنا من طراز بوينغ 787. مدخل الطائره، مدخل الطائره استوحيناه من لوبي الفنادق، والفكره جتنا ان احنا نغطي الاشياء المسافرين ما يحتاجون ان يشوفونها اول ما يدخلون الطائره. مثل شو؟ مثل هالستاير ابو محمد، اول ما تدخل الطائره هذا مطبخ. فاحنا نغطيه بهالستاير. هذا الشيء مش موجود عند اي طياره ثانيه. طيران الاتحاد من اوائل الطيران اللي ابتكروا هالشيء، والحين معظم الطيرانات قاموا يقلدون بعد. نحن مقلدين حتى في هالامر. فهالشيء يغطي كل المعدات اللي المسافر ما يحتاج انه يشوفها. فيعطيه انطباع انه هو داخل لوبي فندق. هي لان منظر الدلال والوعيان، وبهاليوم بتدخل الطياره شويه في قرقعه زحمه بالتأكيد. فتوقع انه الشيء هذا وايد جميل. التجربة يعني التجربه الاولى لطيف، اول ما يدخل يكون شيء يسر الناظر. واستوحينا هالخطوط من تراثنا الاماراتي، من الجوجنهايم ومتحف اللوفر. متواجدين حاليا في مقصوره الدرجه السياحيه، تحتوي على 199 كرسي. زين، انت تقولون شيء ابتكار، انا ما اشوف شيء ابتكار. شو الشيء الابتكار اللي عندكم؟ شيء مش موجود في اي طياير اللي من الغير. شو الشيء الابتكار الحين عندكم؟ طبعا احنا خذينا اراء المسافرين في الدرجه السياحيه شو اهم شيء يزيد من مستويات الراحه عندهم. فكان جوابهم انهم يحتاجون يفضلون انهم يجلسون عند النوافذ، والسبب انه يكون عندهم مسند للراس. فقمنا احنا بابتكار المسند المثبت في الدرجه السياحيه، فنسميه احنا فيكست وينج، وهاي شيء مبتكر في طيران الاتحاد. شوف انت، فكل كرسي حتى لو كان في المنتصف يكون عندهم واللي في النص جزء ثابت انهم يريحون راسهم عليه. شوف انت، وهذا بصاير منو بالله عليك؟ هاي فريق تطوير المنتجات في طيران الاتحاد. ما شاء الله عليك، ما اقول عنكم شيء. انزين، عقب ما بيتم شيء طلب عليهم الكراسي لعدال الدرايش. الشيء الثاني المبتكر في الكراسي ان كل الشاشه اللي امام المسافر وكل هذا حين في السياحي، هنا في الدرجه السياحيه كل الاجهزه اللي يحتاجها المسافر هي موجوده امامه، فما يحتاج انه هو يدور على جنبه يمينه او يساره. فلراحه المسافر كل الاشياء موجوده هنا، سواء من اليو اس بي او شراشه التلفون، حجم الشاشه. طبعا الشاشه تعمل اهم شيء شراشه التلفون، الناس لازمت مدمنه. انزين، هذا ما عند حد من غير هاي. احنا ابتدينا فيه، وطيران الاتحاد ابتدت في الفيكس وينك. والحين احنا قمنا نشوف ان شركات الطيران الثانيه قامت تاخذ هالافكار وتطبقها على شركاتهم. هنا ما شافوا الشيء زين وفعال وفنان، ما 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 بغوا، ما بيمشي كرته اصلا. بالضبط. النواتق اللي اقول لكم مش موجوده في اي طياره في الدنيا العوده، هذا ناتك. هذا مكاني على الله يحفظكم للصلاه، للصلاه وشيء بوصله وستارت مستقله. يعني حجر كم كبرها؟ ادخل انا بكبري داخلها. مكان طويل، ها شو كم مكبرها؟ يشل الادمي الضعيف والبدين. واللي يميز الموقع هذا على شاشه تبين موقع جهه الجبله في اي ارتفاع كانت الطياره، على الارض ولا شرق ولا غرب ولا في اي مستوى من مستويات الجو. ويظهر لكم بعد مواقيت الصلاه، يعني ما بتحتاج يا البنادم تقول دخل وقت العصر، دخل وقت الصبح، دخل وقت الفجر، دخل وقت ابدا، كل موجود. فكرت ان لا حتى دخلت، شوفوا دخلت الحافي والله مكان لعن، سبحان الله الحلال والحرام. شوفوا ناتق، لا شو صار ولا كذا. النواتق الجديده تحيدون كراسي موجودات عاديه لرجال الاعمال اللي هو البزنس، هذا اسمه استديو رجال الاعمال. عباره عن شو؟ اباجوره وكرسي ولايتي، والكرسي تتحكم بضغط الهواء اللي فيه، بامكاني غادي يخشن ما بالله يطيح ويعتدل، لا يعتدل ويطيح وزياده فوق البريشر اللي يلسه روحها اللي يلسه تقدر تتحكم فيها من ضغط يكون خفيف ولا 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 عصه ولا شياته. وهذا اللي في النص تقدر اللي بينك وبين ربيعك يرتفع بعد، واللي عدالك ما ياديك ولا شيء.
وفي 28 كرسي كلها نبوية تحول أنا بقدرة قادر إلى شباري، وكل شبرية شو السبب الحين يقولك فلان والله أنا سرت الطيارة يا غير ما ياني رقاد، ما ياك رقاد، عرفنا أبوي هم اللي عرفوا باهسين خلوا أبوي اللي يخلي البنادم ما يرقد زين في الطيارة حد من العرب، لأنه ضاري في البيت على شبرية معينة، شبريته في البيت عصا ولا نعيمه ولا سبرنج ولا اللي هو يبا يعني في البيت. فلذلك اللي يميز الاستديو مال طيران الاتحاد هاي شبريتهم انها تعماركم شيء جهاز موجود مثل الريموت كنترول، يعني تتحكم روحك بقوه صلابه الفراش اللي انت راقد عليه، هذا اللي انت بترقد عليه هالفراش لازم فيه قوه صلابه، شيء حد من العرب يعيبه الطبي، حد اللي عيبه شيء النعيم، شيء عيبه شيء لشرات موي البحر، هذا كله شيء ريموت كنترول، واللي تبغى يستوي اسهل اساس اللي بيركب ابوي في هالمكان في هالطائره بيحصل راحته ما حصلها في اي مكان، وهذا كله من نواتقهم كلها امور ابوي طيران الاتحاد، ومحد في الدنيا العوده عنده الفكرة هاي وهالبصرة اللي هم هل بالبصائر. يلا الله يبارك. ظهرنا من استديو رجال الأعمال جينا لجناح الدرجة الأولى، تفضل. جناح الدرجة الأولى في 787، الابتكار في طيران الاتحاد أنه هي الطيران الوحيد في العالم اللي عندها الممر المايل في الطيارة. كيف الممر المايل يعني؟ أن الممر في كل الطيارات يكون مستقيم، فهل الممر شو السبب اللي احنا خليناه يميل بدرجة معينة؟ أن خذنا أراء المسافرين سألناهم شو اللي تحبون أن احنا نسويه في الطيارة يزيد من مستوى الراحة عندكم، فأغلبية الأراء كانت أنهم يحبون مساحة أوسع عند الأكتف، فهالطيارة مصممة بطريقة بحيث أن المساحات عند الكتف أوسع وعند الريل ضيج. يعني هني تقصد؟ هنا. أيوة. فأخذنا المساحة من الممر اللي المسافر ما يستخدمها وخليناها عند الأماكن اللي هو يحتاجها أكثر، فتعطي مساحة أكبر للمسافر. في نفس الوقت كل أجنحة الدرجة الأولى لها بيبان تتسكر فتعطي المميز عندكم. المسافر في الدرجة الأولى عنده الطاهي الشخصي، الطاهي الشخصي يقدر أنه طباخ يكون معه على طول الرحلة. كل درجة الأولى في طيران الاتحاد عندهم الطباخ الشخصي، كل المسافرين درجة الأولى، فهو أنت تشوف منيو قائمة الطعام، إذا أي شيء ما كان على حسب ذوقك ممكن أن الطاهي الشخصي يسوي لك وجبات على حسب ذوقك، في مكونات من اللحوم، أنواع الدجاج، سي فود وبهارات معينة موجودة عنده، يقدر أنه هو يقدم لك على حسب الذوق الشخصي اللي أنت تحبه وطريقة الطبخ اللي تحبها. نزيل. السرير، المنتجات اللي موجودة في السرير من شركة اسمها كوكو مات، ميموري فوم، المخدة والدوفي 100% من القطن وجوز لذر، تتفاعل مع درجة الجسم، فإذا أنت كنت حاس بحرورة تبرد عليك، وإذا أنت حاس ببرودة تدفيك. ما قواكم، ما أقول عنكم شيء، ما شاء الله عليكم، يلا الله يحفظكم ويبارك فيكم. خلصنا يلا الله يحفظكم من الطيارة اللي قبل اللي هي البوينغ، وحين جينا للإيرباص اللي هي 380، وال 380 هاي شو اللي يميزها؟ انها عبارة عن بلاد وطائرة، مش بيت ولا قصر ولا فريج، بلاد وطائرة. شو السبب؟ تشل ما يقارب 500 روح، 500 آدمي طايرين في السماء، اكيد ابوي بلاد وطائرة. واللي بتساعدني في الشرح وبتشرح لي الوضع بنتنا العزيزة الغالية عذبه القرقاوي، يلا تفضلي. يا هلا ومرحبا فيك ابو محمد، والحين احنا في ال 380 وبنسير للميلس اللي هو ام بين البزنس وفيرست كلاس. تفضل. هاي ميلس يضم 6 اشخاص في نفس الوقت، شيء وايد حلو. احنا اخذنا الروح اللي موجوده في ميالس الريايل الاماراتيين في البلاد وحطينا نفس الفكره في الطياره، كيف ان كل حد مجابل الثاني. ما بهذا بعيد عن ربيع ولا خلصنا حين من المجلس، ظهرنا من الميلس، جينا حين شقق الدرجة الأولى. ليش مسمين أولاً الشقق؟ عبارة عن 9 شقق في الدرجة الأولى. من تدخل الشقة الوحدة، ها على ما تشوفون هاي حجرة تيلس، هذا أبوي سريرها طول آدمي مترين، وهذا أبوي حد بييك بيسير عليك ييلس ويرمس لين ينقع نمها تذني. وشيء على الله يحفظكم بعد بين هني دار، لي دار هذا يرمون يشلونه، وتازم أبويه مثلا حرمة ويريلها وكرسيين،
هاي يسوي بسكاتة وهذا عند اللي عند راس اللي هذا معاري راسه، فيطلع شيء عبارة عن حجرة، حجرة كاملة، شقة شقة كاملة بعد ما بالله حجرة، على ما تشوفون شيء لا صار ولا استوى، وبحمامها وبعلمها وبخبرها والمكان كله تسع. أقول لكم شقة هذه الحين كاملة تراها شقة، ويوم الرجال بيحجز حق حرمته ويا ولا خطيبته ولا شياته تستوي شقة عود، يعني شقتين، هاي رقم 4 وهاي رقم 6، يسدكم انتو للإضاءة. شوف النواتق، شوف النواتق، هذا بوي كله مستوحى من متحف اللوفر. متحف اللوفر اللي الحين بيفتتح ان شاء الله تاريخ 11/11، وبتشوفون شيء لا صار ولا استوى في الدنيا العود. قلت لكم بوظبي والإمارات مميزة فيها أشياء وابتكارات لا توجد في أي دولة في الدنيا، ما بالله في الخليج ولا في الشرق الأوسط. إيه انبودنا نحن ما نحب إلا كل شيء رقم واحد، وبنتم نحن رقم واحد ومميزين دب الحياة، مدام الرب يعبد والميورد يا الله محفظها من بلد حكومة وشعبا. بارك الله فيكم، خلصنا على الله يحفظكم من الشقق التسع، خلصنا منهن ويانا الحين جدا شيء لا صار ولا استوى اللي هو اسمه الريزيدنت. الريزيدنت هذا أعلى مرتبة في نظام الطيران، أعلى عن البزنس وأعلى عن الأولى وأعلى عن الدنيا كلها العودة. وعلى ما تشوفون صالة كم مكبرها وفيها كل شيء مميز، صحونهم مذهبات، سكاكينهم مذهبات، قلاصاتهم كريستال الأصلي مش أي كريستال بعد. وأول ها في خصوصية بعد، باب بينك وبين منو؟ غرفة النوم، هذه غرفة النوم، وهذا أبوي حمامها، هذا الحمام، مسبحها، شاورها، علمها وخبرها وكل ما يختص في الشيء اللي يحتاجه الإنسان، والمكان يسد حق نفرين، وكل خصوصية لما تشوفون هذه غرفة النوم، غرفة رقم واحد، تشل نفر وتشل نفرين بالإمكان، يرقد عليها واحد يطيح عليها وبالإمكان يطيحون نفرين، وشيء آدمي خاربوي مخصوص لك أنت يا راعي الريزيدنت هذا، أنت يا راعي هذا، يا راعي هالمكان شيء لك بوي شخص واحد متفزر بوي على هالمكان، على هالكرسي ميلس 24 ساعة ما يخدم كل أنت، ما يخدم باجي الشقق، بس اللي كنت يا راعي الريزيدنت هذا نفر ميلس مركوز 24 ساعة يترياك باب ما تنسخ، ما تعاب العفج قدام بيتك. لا تقولون ما قلت لكم، هارب خبركم وعطيناكم إياه والعلم وياكم، والله إن شاء الله يوفج لكل من بيسكن في هالمكان، مكان فنان وغاوي. أكيد ما يبالي كلام، عرفتوا أنا وين، مرة ما يبالي كلام، من المكان اللي يلق هذا معروف أنا وين، ومن المنظر وريحة المطار الفنان كأنك داخل بوي بيت معاريس، يعني الله يدوم العز بالمعز على هالدار وهلها. ما يبالي كلام، معروف أنا وين، شي بقعتي. السلام عليكم، الله يحفظكم. أنا حاليا وصلت قاعة الفيرست كلاس للطيران الاتحاد، بكون في استضافة الله يحفظكم حارب المهيري نائب أول للرئيس شؤون المبيعات في الإمارات والخليج، وبيكون موجود معانا على نفس في نفس الاستضافة، يعني الله يحفظه، محمد عبد الله البلوكي نائب تنفيذي للرئيس الشؤون التجارية. وبنيلس وأنا قبلت دعوتهم، داعيني من 3 أيام قبلت الدعوة وياي أنا عند صالة الدرجة الأولى. على ما تشوفون في كل أو أغلب البلدان في العالم يكون الأولى مع البزنس مخلو دامجينهن، فلا طيران الاتحادي على الله يحفظكم في أبوظبي مخلين صالة الفيرست روحها وصالة البزنس روحها، ويعني في شركات مسويات شارات الاتحاد، وأغلب الشركات لا مدموجات باثنين اثنين. المراد إن الله يحفظكم، أنا من مدة كنت في القاهرة، فما بلا القاهرة وغير القاهرة طيران الاتحاد يكون مأجر الصالة، لكن مكونات اللي داخل الصالة اللي خاصة في الطيران في دولهم
تكون تحت إدارة المطار روحه. فطيران الاتحاد لا يمتلك القدرة أو يقدر يعدل العدل من المايل إدارتهم في حق بلادهم. ترى كل صقرية أصقر في بلاده، نحن نصقر في بلادنا ونصقر في البلدان اللي في ممكن عندك سيدني، نيويورك، لندن، في وايد بلدان الاتحاد تمتلك تمتلك القاعة ملك، فلذلك تقدر تجيد وتقدر تحط كل شيء هي تبغي بطبعه بخابته اللي يتبون وعيامهم كل أقراضهم تشتل من بوظبي، فتصير بلاد فتطلع بنفس الفخامة اللي موجودة في نفس صالتنا اللي حين برويكم إياها. يلا الله يحفظكم، شفتوني ما شاء الله علي فنان. يلا على ما تشوفون هذا أبوي مدخل صالة الدرجة الأولى. السلام عليكم. أبوي ما تقول أنت الدرجة الأولى، أبوي صالة فندق، صالة فندق. ها على ما تشوفون مستوحى أعتقد كل من فنادق الفايف ستار. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يشرف مقدارك ان شاء الله ويحفظك. هذا شو القسم ابوي؟ هذا الصالون والسبا. هنا في عندنا الصالون للرجالي، حياك الله شرفتنا. هب بس للدرجه الاولى الصالون الرجالي. نعم. وهذا الصالون النسائي. ها كل لل هل بالدرجه الاولى صح؟ نعم. زين هذا للمانيكير. وفي عندنا هنا الجيم. ايوه ربي الجيم بخلي. نعم هلا بفتح لك اياه لو سمح. وهل جيم للي العرب كلها ولا بس لل للفيرست كلاس؟ ايوه ما شاء الله بقنابل ودنيا. نعم ما شاء الله عليك. في عندنا سبا. يلا الله يحفظكم. هذا السبا مالهم، السبا مالهم مجهز على نفس النمط ونفس الترتيب اللي في الفنادق الفايف ستار. وهذا ابوي خاص لهلب الدرجه الاولى، شيء مال الظهر، شيء مال الجسم، شيء مال الرقبة، شيء مال الريول. ها وكلنا أبوي بيخدمكم بيده وريوله، ها بما فيهم أنا. شفتوا بالله عليكم تبارك الرحمن ما شاء الله علي. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. يلا الله يحفظكم. على ما تشوفون هاي الصالة مخصوصة للريزيدنت، أي ريزيدنت اللي أنا توني كنت موجود فيه في الطيارة. هذه الخاص المكان خاص بس للي حاجزين الريزيدنت، فعنده خصوصية. وهذا الرجال طباخ شيف طوله طوله. السلام عليكم. شو اسمك انت ابوي؟ علاء. مرحبا مرحبا شيف علاء. شيف علاء انت اختصاصك بس هل بالريزيدنت اللي الطيار اللي انا توني جاي من القسم هذاك الفنان. شو فيك تفيدنا بارك الله فيك؟ والله المنيو اليوم مخصوص طبعا الريزيدنس اللي بيكون على الطياره الكرييتي دائما بينزل لي قاعه مخصوص لي مثلا. ايه فعندنا طبعا شغلات لي فريش له، الهامور، سمك الروبيان، واي شيء يطلبه قبل بوقت كمان بيتحضر له، يعني اي شيء بيكون مطلوب لي في القاعه بيكون جاهز. مثلا اي شيء غريب يبغى يقدر قبل قبل الحجز قبل موعد الطياره يبغي اي شيء يذهبوا له صح؟ مزبوط. بيتنقى من كواليتي ايتم فريش. في شغلات كمان مختصه بالمنيو اللوكال اللي تكون مثلا موجوده من العين، من مدينه العين. كمان في امور تكون محليه بعد. وانت هويت علبتك هذا كله؟ والله شغال بالقصر فتره طويله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. الحمد لله الحمد لله ونعم والله اختيار. من كانك ظاهر من هاك المكان ابوي اكيد بتي خاتم الدنيا كلها ما تخلي شيء ما تعرفه. مبونهم ابوي طيران الاتحاد ما يختارون الا الشخص المناسب للمكان المناسب. يلا الله يحفظك ويبارك فيك. شكرا شكرا جزيلا. وعلى ما تشوفون هذا مسوين بعد قسم خاص قسم اشوف ما شاء الله مكان ما شاور وعلم وخبر. وهذه غرفتي على الله يحفظكم الوضوء. هاي غرفة الوضوء. وهذا تبارك الرحمن هذا مصلى خاص ابوي لهلب الريزيدنت. سيايد ومصاحبه يعني تبارك الرحمن وافين. وهذه الجملة وافين وافين مرة ما عليهم قصيرة. هذا ابوي كله عاد هلب الريزيدنت.
خلصنا الحين يا الله يحفظكم من صاله الريزيدنت، وهذه صاله كبار الشخصيات اللي هي الدرجه الاولى، لكن فئه كبار الشخصيات على ما تشوف. هذا خاصه عاد للي كثيرين السفر واللي يسيرون ويجون بطريقه مستمره وبطريقه دوم، يعني هالسيره هو يجي، وللي عندهم الكرت البلاتينيوم مثلا. ماشي، سلام عليكم. متى جو هاي الجماعة؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. زي هاي من وحينا؟ عنا الشيف ستيف والشيف المسؤول عن البودكاست من ألمانيا، ياسين من المغرب. ما شاء الله، هذا شو اسمه بطولة؟ شيف ستيف. ما شاء الله، نايس تو ميت يو. وهل الفنان؟ لا، ياسين من المغرب. ما شاء الله عليك يا ياسين، زاد مغربي؟ أشوف الزين. تبارك الرحمن. أنت هني بالي. أنا قلت في خاطري. ما شاء الله. وليش من جميع الجنسيات؟ شو السبب هالنمونة؟ شو السبب جميع الجنسيات حاطين شفات وطبابيخ؟ شو السبب؟ هذا التنوع المنيو عندنا، دائما المنيو متنوع من كل دولة، فعندنا شفية من 50 جون، دائما جايين من فنات 50 جون يتنوعون في المنيو، فعندنا منيو آسيوي، عندنا منيو الأوروبي، منيو العربي، المنيو المغربي. بس بريك بريك، المنيو المغربي أبوي أبغي له أبوي 100 يوم ويوم عسب تخلص من كل نوع من أكلهم. عندهم الطواجن، الطواجن يبقي لها 4 سنين لين تخلص من انواع الطواجن، والحلو كذا الامثال، وكل شيء اكلهم كل اكله ما يخصها في الثانيه، من الطعم وجوده ولذه وطريقه الطبخ وطريقه. شو بقول لك؟ بلاد المطبخ المغربي، المطبخ المغربي روحه يسدك عن كل طبخ. بارك الله فيكم، مشكورين. وما شيء غدا اليوم لو ما شيء بتغدوني عندكم؟ بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، مشكورين ابوي. قلت وما زلت أقول وعيد وزيد لين تقوم ناقة صالح، أن الطيران الإمارات وطيران الاتحاد عينين في راس، عينين في راس، هذه منهن تكمل الثاني، خوات وحدة عودة وحدة اللي أصغر عنها، عينين في راس، إن دقيت اليمنى اهملت اليسار، لأنهن هذه منهن تكمل الثانية، في تنافس والتنافس قوي وشديد لخدمة العالم كامل، ما بلا خدمة الشرق الأوسط والخليج والعرب، لا يخد من كل الكرة الأرضية. وهذا كله أبوي خير، خير ينضح منه من إناء واحد، تستفيد منه أمة لا إله إلا الله كاملة، الكون كامل يستفيد منه، الله لا فرق بينهن ويعلهن إن شاء الله دايمات دب الحياة. يلا بما الله. بسم الله، السلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء، يا سلام يا سلام، هذا ذهب 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 تبارك الرحمن. إيه الحين عدل، شوف الحين رقم واحد استكار، أول سوي شيء فوق الاسم بالجلبي تحطه زين. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. أيوة شو الحين هذا اللي ما يعرف، شوف غير ذهب ذهب تبارك الرحمن، شوف ما شاء الله هاي الذهب، احنا الولايتي اللي رقم واحد كل الزمن، من يوم ولا يومين بتعول، لا دب الحياة لو قرنتي سنة كاملة انعولت ضروري عدلاتها رطوبة والأشياء. ليش ما بتعول؟ لأنها مملوحة وما فيها رطوبة ومن ضاية. يلا بارك الله فيكم، هذا حين تبارك الرحمن المرية رقم 3 في كم جدر، هذا شهر يسوي 2 ولا 3؟ 2 هالمرية لبوي رقم 2. الزين ما يتم، الزين ما يتم، الزين ما يتم، ما شاء الله لو ما بفنان ما سار ابوي فوق 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 تبارك الرحمن. يلا بارك الله فيكم، على فكره ابوي انا بسير دبي الحين. يلا 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 بارك الله فيك، بارك الله. عاشت من الحناية، عاشت من الحناية، ما شاء الله عاشت دواركا، بارك الله فيك. يلا عاش حفيظ. سلام. ها؟ سلام عليكم. عرف الله تريس. يلا مع السلامة. اليوم بسير دبي أنا، ها؟ بسير دبي بس اليوم مباشر، وبي يوم السبت، يوم السبت يوم السبت
بتغدى وبي برنامج وايد فنان ان شاء الله. كان الله الحين محرك ساير دبي، ادري اني متاخر وايد لكن لا حول ولا قوه، سيد بسير ابوي سيد لين دبي مول زين، وبيلس في دبي مول لين يسكرونه، وبضوي ابوي المزهر وبحط راسي وبرقد اذا الله جعلنا من الحيين زين، وباكر ابوي غدايه في المزهر، وعشاي باكر على الله يحفظكم في فندق اتش في دبي معزوم انا ومجموعه من احد رواد التواصل الاجتماعي الحبوبين اللي ما حد شراتهم، شخصيه كلكم تحبونها ومدعاي داعيني ان شاء الله على نتعشى ضربه في مكان معين شو والله ما ادري به، لكن قالوا فندق اتش، فندق اتش انا شايف انه جايين هاك اليوم، دخلت بالغلط، لا ما دخلت بالغلط، ساير حق جماعه معزوم بعد عندهم في مكتب وبس يلا، وبرد ان شاء الله. وباكر اليوم كان في سمونه في اليوم بيكون سيارتي كلها في دبي مول، وباكر ان شاء الله من عقب صلاه العشاء بكون اذا الله راد في السيتي ووك، حين عاد وقت السيتي ووك براد وجو جميل وجو فنان ما شيء شرات السيتي ووك، بكره السيتي ووك اليوم ابويه دبي مول ان شاء الله. يلا مع السلامه الى اللقاء في الحلقه القادمه، نشوفكم يوم السبت. 'السلام الله بالخير، انا الحين والله تري ربيع اللي بيسوق بي لين دبي مول لين دبي، اتري لين الحين بي طريق طويل والله من يوصل من هناك لهني بقاله ربع ساعه، ولين الحين اتري اقول لكم تليفوني يعني من مصر يقول لي خالد انت ما اظهرت الموجود كامل، قلت ابوي في صاله الفيرست كلاس في المطار ابو ظبي الدولي ما برو مظهر الدنيا هذه كلها، انا اللي اظهرت ابوي 2% اكيد ابوي شيء قسم خاص لذوي الهمم اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه وحماماتهم خاصه ومكان مال الاطفال ومال تسليه اليهال ومثل مال السيلمه وغرفه حق اللعوب، هذا كله موجود مال الاطفال وبيبيز روم وبيبي كير وكلهم، حتى بشكارات حد يلسون يا صغاريه بصفه مؤقته موجود، بشكارات يعني مثل النرسات عباره، كل هذا موجود غير انا ما بيلس اطري كل الموجود في اللونش الصاله مالت الفيرست كلاس يبالي 3 ايام، انا باليوم انا صار من متى من الساعه 11 ما ظهرت الا جري اذان المغرب يأذن علي المغرب يوم اوصل البيت 7 ساعات وانا عندهم، ما شاء الله شيء وايد الشيء بالعظمه مكانهم تول، لا الصالات المطارات الاقسام كلها مال الفيرست كلاس هذا روحه اذا بيلس اني اشرح الهست كله يبالي 3 ايام، انا ابوي ما شرحت الا مال الفي اي بي والفيرست كلاس، هذا هو مال الكبار الشخصيات ومال الفيرست كلاس ما بروم كم بوبل شيء تول ما شيء يعرف وشيء ما يعرف، اليوم جلسنا وتغدينا ساقوا علينا بيديهم وريولهم حتى الأكل ما صورته، طريقة تقديم الأكل ما صورته حق مال كبار الشخصيات، هناك دروني بوي وين كبار الشخصيات ويلست وحطوا لي هاك الغداء أنا والتيم اللي وياي بارك الله فيهم، ودقينا دق البلاء كل نسوق يتحرون عاد اليوم سوينا اليوم مفتوح أنا الله تصير الرجيم، يعت من متى وين من كثر الرمسة كان حد يروم يرمس من ساعة 12 لين يدن المغرب لازم بيوع المعدة تهضم والفتوت يهضمن ولسان يهضم عظما لبنادم، يلا أظني من أوصل دبي بصور بعد دبي مو مصور إن لك ودي شو يعني بصور ما يندرى بعاد خلها لظروفها، يلا لا خليت منكم نتلاقى إن شاء الله في دبي مو أكيد إن السير مخرم تبى وصال لكن الحمد لله إرادة الله على ما تشوفون الاتجاه نحو المخرج الى اليمين، يا سلام يا سلام الاستمرار على باقي 5 دقائق مفترق الطرق ماشي 5 دقائق وبنوصل ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين، الاستمرار على اليسار عند مفترق الطرق حاضرين بارك الله فيك حاضرين
على بعد 300 متر. حاضرين في الشوفة في الأمر والشوفة حاضرين يا جوجل ماب، بارك الله فيكم، مشكورين وما قصرتم. بياض الوي الحمد لله على السلامة. يا ربي متى ما يتند بيمول، ما يندر من شهر شهرين. محمد شو المقولة اللي قلتها قبل شوية؟ غراب، يقول غراب حال عاصمي أنا غراب عاصمي. لا 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 سلاء عليك أنت أبوي ما شاء الله عليه، شنك بن عنك؟ يا الله والله يا الله يا ما شاء الله يا لك الله يا الله. محمد الصورة ما تخزنت يا الله، خزنت مرة ثانية ما شاء الله، قادي أنا هالكبير في دارك. هناك صورة جماعية وياك بارتني. شو ضبط عندكم بالخدمة؟ السمير ضبطناه والزباب والحلة زايد، لكن الحلة الأخير هذا صعب صعب صعب، يبالي يبالي خدمي يبالي عقودك يبالي حرمة حرمة ما يبالي بني تسوي. أوكي علي أبداك، يلا مع السلامة. مع السلامة شباب. متفارجين أبوي قبل خمس شهور، قبل لا قبل سبع شهور، سبعة أشهر نعم، في المزهر، والحين تلاقينا أبوي في دبي مول. نعم. تعيش معناه معناه إن دبي مول ملتقى الأنظار. نعم. ليه مضيع يوم يقول لك ليه مضيعت لنا هم في كل قطعة في دبي مود؟ صدق. صدق نعم حبيبي ومحمد. كل سنة في هالوقت قبل هالوقت بأسبوعين ثلاثة كل مولات دبي تريف من العرب. يا غير الحينة بالذات يعني من الشهر هذا وأنت ساير هي عز السيتي ووك. السيتي ووك الممشى الخارجي والممشى الداخلي والمكيف واللي ما بمكيف، حتى في الأماكن اللي مش مكيفة اللي على الشارع الرئيسي، يعني غدي سيتي ووك قرقع حياة حياة، يعني كل هالعرب والعالم تصير وتي في سيتي ووك. في اعتقادي سناب لو في سناب روحه لا لا شو اسمه تعالي تعرفوا بعد يلا اخوانا حماي ها شو اسمك انت؟ حمدان. ما اسمعك. هي شو اسم ابوك؟ ما تعرف اسم ابوك؟ مجهول النسب. شو وياك؟ حد ما يعرف اسم ابوك؟ ما تعرف؟ ما شاء الله عليك. انزين. مين يا رقلة؟ الحين جت رقلة؟ اه. لمن جت عدالي انا؟ ايه. انت ابوك اللي يقربك انتم كم تسوي رقله يا ريال الله يحفظك على الله يبارك فيكم ان شاء الله عشيتوا بعدنا زين 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 ابرك كم ساعه شفتكم ساعات كبرك زين شوف الله عليك عن المصري يا ريال جاي برساله اي 4 وش يقول يقول عرضه وزير بعد مو مدير وزير مره واحده يا ريال كذوب ما كذب عنه الا الكوس الكذب ليه في الدنيا رئيس عام هيئه شؤون ليه يكذبون والله الكذب ليه في الدنيا كله فيه اي على الله يحفظك الله يحفظك ما شاء الله شو غادي انا عداله اي اصبر 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 بخلي العرب تحكم شو غادي انا عداله يا غير عم فوز الله يحفظك يا محمد والله الله يحفظك شو انا قاعد اعدالك قاعد مره ما تشاهد الله يحفظك يعني الله يحفظك يا سعد حظها لا اللي بتاخذك انت يا سعد حظها شايف الخاطر وكلها خليتك منو اللي يتابعني انت ولا الوالده وانا بس هاي حياتي ما يتابعني الا الحريم الله يسلم حبيبي الله يحفظك يلا قبل عتا الله السلام ما شاء الله كيف حالك كيف انت بخير الله يحفظك يا مرحبا وسهلا زين الحين اصبر عادي أبوي. انت الحين راسك تصبر فيه راسك ابيض ليش ويه والله وراده صدق والله كم عمرك انت 29 والبيض راسك شو اسوي يا ربي تول هو بادي والله العظيم مراد يا مرحبا وسهلا الله يحفظك مرحبا الله يحفظك يا مرحبا ابوي سوي لنا ويه بارك الله فيك دراني بك خذ فيديو كيف الحال وكيف الصحة والله يا ربي ما وضح تليفونك انت اللي منور انت اللي منور انت اللي منور كيف خذ فيديو كيف الحال وكيف الصحة والله يا ربي ما وضح تليفونك انت اللي منور انت اللي منور انت اللي منور كيف
خذ فيديو شيب الحال وشيب الصحه والله يا ربي ما وضح تليفونك انت اللي منور كيف خذ فيديو شيب الحال وشيب الصحه والله يا ربي ما وضح تليفونك انت اللي منور كيف خذ فيديو شيب الحال وشيب الصحه والله يا ربي ما وضح تليفونك انت اللي منور كيف خذ فيديو شيب الحال وشيب الصحه والله يا ربي ما وضح تليفونك انت اللي منور كيف خذ فيديو شيب الحال وشيب الصحه والله يا ربي ما وضح تليفونك انت اللي منور كيف ما غادي هالنا لا انت اللي منور الله يحفظك زين ابوي انت شنو انت انا فهد النابوده وانت ابو سالم الهاشمي وانت عبد الناصر الانصاري والله والنعم فيك ما غادي هالنا لا انت اللي منور الله يحفظك زين ابوي انت شنو انت انا فهد النابوده وانت ابو سالم الهاشمي وانت عبد الناصر الانصاري والله والنعم فيك ما غادي هالنا لا انت اللي منور الله يحفظك زين ابوي انت شنو انت انا فهد النابوده وانت ابو سالم الهاشمي وانت عبد الناصر الانصاري والله والنعم فيك ما غادي هالنا لا انت اللي منور الله يحفظك زين ابوي انت شنو انت انا فهد النابوده وانت ابو سالم الهاشمي وانت عبد الناصر الانصاري والله والنعم فيك ما غادي هالنا لا انت اللي منور الله يحفظك زين ابوي انت شنو انت انا فهد النابوده وانت ابو سالم الهاشمي وانت عبد الناصر الانصاري والله والنعم فيك ما غادي هالنا لا انت اللي منور الله يحفظك زين ابوي انت شنو انت انا فهد النابوده وانت ابو سالم الهاشمي وانت عبد الناصر الانصاري والله والنعم فيك ما غادي هالنا لا انت اللي منور الله يحفظك زين ابوي انت شنو انت انا فهد النابوده وانت ابو سالم الهاشمي وانت عبد الناصر الانصاري والله والنعم فيك نعم حالك رد السلام ابوي على اربعتكم وحاليتكم الصغار قبل الكبار مره لا تخصون حد الله يحفظك بما الله حبيبي مع السلامه حالك رد السلام ابوي على اربعتكم وحاليتكم الصغار قبل الكبار مره لا تخصون حد الله يحفظك بما الله حبيبي مع السلامه حالك رد السلام ابوي على اربعتكم وحاليتكم الصغار قبل الكبار مره لا تخصون حد الله يحفظك بما الله حبيبي مع السلامه حالك رد السلام ابوي على اربعتكم وحاليتكم الصغار قبل الكبار مره لا تخصون حد الله يحفظك بما الله حبيبي مع السلامه حالك رد السلام ابوي على اربعتكم وحاليتكم الصغار قبل الكبار مره لا تخصون حد الله يحفظك بما الله حبيبي مع السلامه حالك رد السلام ابوي على اربعتكم وحاليتكم الصغار قبل الكبار مره لا تخصون حد الله يحفظك بما الله حبيبي مع السلامه حالك رد السلام ابوي على اربعتكم وحاليتكم الصغار قبل الكبار مره لا تخصون حد الله يحفظك بما الله حبيبي مع السلامه حالك رد السلام ابوي على اربعتكم وحاليتكم الصغار قبل الكبار مره لا تخصون حد الله يحفظك بما الله حبيبي مع السلامه انبسطنا وعينا من الله خير وتعشينا وياهنا العرب اللي فيها خير وسلمنا على الناس كلها وصورنا وياهم وصوروا ويانا شي فيديوهات وشي كاميرات وشفنا العرب والعرب شافتنا وحين ضاوين البيت الحين ضاوين البيت وصوروا ويانا شي فيديوهات وشي كاميرات وشفنا العرب والعرب شافتنا وحين ضاوين البيت الحين ضاوين البيت وصوروا ويانا شي فيديوهات وشي كاميرات وشفنا العرب والعرب شافتنا وحين ضاوين البيت الحين ضاوين البيت وصوروا ويانا شي فيديوهات وشي كاميرات وشفنا العرب والعرب شافتنا وحين ضاوين البيت الحين ضاوين البيت وصوروا ويانا شي فيديوهات وشي كاميرات وشفنا العرب والعرب شافتنا وحين ضاوين البيت الحين ضاوين البيت صوروا ويانا شي فيديوهات وشي كاميرات وشفنا العرب والعرب شافتنا وحين ضاوين البيت الحين ضاوين البيت صوروا ويانا شي فيديوهات وشي كاميرات وشفنا العرب والعرب شافتنا وحين ضاوين البيت الحين ضاوين البيت صوروا ويانا شي فيديوهات وشي كاميرات وشفنا العرب والعرب شافتنا وحين ضاوين البيت الحين ضاوين البيت صوروا ويانا شي فيديوهات وشي كاميرات وشفنا العرب والعرب شافتنا وحين ضاوين البيت الحين ضاوين البيت يعني باجي انا ما قالوا حل الكويت حديد سهل شوي لانه ان شاء الله في المساء ان شاء الله.